طب انتقلوا لزكاة الحرث، حطوا عنوان زكاة الحرث. يقولوا زكاة الحرث يعني إنتاج الفلاح. المالكية عندهم قول والحنفية عندهم قول. الحنفية يقولوا في كل ما تنتج الأرض، أما المالكية في كل ما يختات ويدخر من الحبوب والثمار وذوات الزيوت. به عايز دي هيك تجب الزكاة فيما يقتات ويدخر، يعني يصلح باش يقود، يكون قوت وصالح للادخار، ما يعدمش يعني يقعد حتى عام ما يعدمش. أرجعوا للسطر. وذلك مثل الحبوب، كالقمح والشعير والفول والحمص واللوبيا والجلبانة والعدس والذرة، يعني فما بلدان ياكلوا قطاني عبيدي والأرز، فما برشا بلدان لا أكثر أغلب ماكلتهم الروز وغيرها. نلقاو في بلدان أخرى أنواع أخرى من الحبوب زاد صالحة باش تكون تقتات تدخر، يمكن توصل حتى 30 نوع. المهم كل الحبوب صالحة باش تكون قوت، نجمو نطيبو منها فطورنا وعشان، وصالحة باش تدخر، يعني كيف تعملوا العالة، العالة تشدكم عام وتشدكم حتى أكثر خاطر كي يدخر. به أرجع للسطرتو. والثمار زاد حتى الثمار كان لا تقتات الدخر، مثل التمر والزبيب وشريحة التين، هكا الكرموسة اللي ولي شريحة، لأن الشريحة تصبر وصالحة باش تكون قوت. فما اللي اقتات بالتمر فقط، بعض أهل الصحراء يأكل منه دم، فما اللي اقتات من الزبيب. يقول قائل هي ما الزكاة توجب على الغني؟ قال هو فما اللي عنده مثل 100 بيت مكيف وكلها خضر تلقى فلفل وطماطم وكذا، كيفاش يكون هذا معفى من الزكاة وأغنى من لا يحرث هنشير قمح؟ قال عاد هو تو هكلا يبدأ عنده 100 بيت مكيف ولا حتى 1000 بيت مكيفة، الإنتاج بتاعها الكل مش يستهلكه في عام، هو ما هو لابد مش يستهلك يسهل ويبقى فاضل، هات الفاضل ما هو ولا فلوس دار عليه العام، تولي زكاة، تولي زكاة عين، مش هيرب من الزكاة هيك ولا هيك، يعني فما حتى حد يهرب من الزكاة. يقول هاي ما نعمل بيوت مكيف ونعمل الأشجار نتاع الثمار الأخرى كلمة تصبرش ما تصلحش باش تقود باش نهرب من الزكاة. تقول ما عندي كنت تهرب، ما خاطرك انت كيف تبدا غني مش تستهلك اللي عندك الكل، لابد فما فاضل من المال ويدور عليه العام. وش معناتها غني يخرج الزكاة؟ يعني دار عليه العام وعنده نصاب فأكثر، هذا يسمى غني. أما لو يدور عليه العام ما عنده نصاب حتى في شيء فقير.
وكذلك تجب في ذوات الزيوت. كل يعني إنتاج يعطي زيت تجب فيه زكاة، سواء زيت زيتونة، زيت كاكاوية، زيت خروعة، زيت أي زيت. فما تلقاه يزرع أشجار معينة لإنتاج الزيت، ولا حتى نبتة معينة. هكا الزيت المخلط اللي جينا من الخارج مش أصل نباتي، مش زيت نباتي. الله أعلم شنو النبتة اللي يزرعها تولي زيت. هكا خروعة حاجة أخرى، أما يسميه زيت السانجو يعني، يجي ساعات بلوكات هكا يعني، لكن أصله حشيش، هذا أصله نبتة يعني. اللي يزرع النبتة هذيك مش يزرعها بكثرة بكثافة، حيث نحي منها كميات زيت كبيرة، يخرج الزكاة من الزيت. كما تولى عنا الزيتون خرجوا زكاته، وزكاته إذا كان قرقبناه نخرجوا من الزيت، وإذا بعناه خضارة العشر متاع الفلوس إذا كانوا مسقي مال مطر، وإذا كانوا ساقوي نصف العشر. أظن عند الملكية هذه الإنتاج اللي تجب فيه الزكاة. وقلت لكم عند أبي حنيفة، خطر الإمام مالك مشى على الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة كما يقول عاش في الشام، الشام فيها برشا خيرات، تقول حتى القرطو تبن فيه زكاة. في تو كيف واحد يبدأ زارع مثلا 1000 هكتار قرط، ما يسمىش غني، يسمى غني، يقول خرج 10 القرط. باهي في مذهبنا ما يخرجش 10 القرط، لكن ما مش يبيعوا كل، مش يبيعوا أكل الفلوس، مش ياكلها هو الكل، مش ياكل جزء بسيط منها، والآخر مش يدور عليه لعب خرج زكاة. ولا كانوا خرج زكاة طول على القرط، يعني يطلع المسألة هي راه. باهي الله تو شفنا زكاة العين وشفنا زكاة الحرف. باهي وشنو هي اللي بعد؟ هيكتبوا زكاة الماشية. زكاة الماشية الماشية ما يشترطش باش يكون فيها النصاب من الأول. نعطيكم مثال، لو واحد في رمضان هذا شرى 20 نعجة، 20 نعجة مش نصاب، لأن اللي عنده أقل من 40 ما يخرج زكاة. ولده في رمضان الجاي لقاه 40، تجب عليه الزكاة. مش شرط اللي يدور العام على النصاب كامل، اللي يدور العام على الأمهات، والأخر مو نسل، النسل يتبع الأصول. كما شفنا في المال الأرباح تطلع تتبع رأس المال، تتبع رأس المال. لو واحد مثلا احنا ما قلنا 16 مليون و400 دينار هذا كان نصاب، لو واحد بدا تجارته ب10 ملايين برك او ما عندوش نصاب، بداها في رمضان، وفي رمضان الجاي القاه 20 مليون السلع والفلوس اللي حصلها 20 مليون، يخرج زكاة على 20 مليون كامل. ما يقولش تو 10 ملايين برك تعدى عليهم العام والاخرين ربحتهم في اثناء العام، قد ما الربح يتبع راس المال. عندك هذه التجارة وعندك الحيوانات، إذا بديت بأقل من رأس المال وقت الدار العام على رأس المال هذاك راه ملو أقل من نصاب ولا نصاب، تجب الزكاة، تجب الزكاة. بخلاف اللي عنده فلوس ما يبدأ يحسب إلا وقت اللي حصل نصاب، مش كل وقت هذاك يخرج الزكاة، بعد ما يدور عام كامل على النصاب ما نقصش ولا زيد. إيش قلنا تو إحنا الزكاة؟ ماشي. اكتبتوش حاجة؟ لا. بالنسبة للغنم، النصاب 40 شات،
يعني أقل من 40 شات ما فهم الزكاة، من 40 الفوق فهم الزكاة. وفيها شات واحدة، وفيها شات واحدة سمى جذعان عمرها سنة. وكيف يقولوا على عنده 40 تجبع 40 مغنم تجبع للزكاة، عندها كبار صغار إناث ذكور على بعض، معناتها على بعض، كان يبدأ فيها حتى 30 صغير بزلوا يربع، وفما 10 كبار تجب الزكاة قطع النظر، إناث ذكور كبار صغار، المهم عنده 40، عنده 40 رأس. ودار العام عليهم، أو دار العام على شرهم الأولانين على الأمهات، وبعد طبيعة مش يقعد كل عام يخرجوا، والعام المعتبر هو العام القمري يعني العام الهجري، خاطر هو أقل من العام الفرنجي ب 11 يوم، هذاك 365 يوم وربع، والآخر 354 يوم، لأن اللي يخرج بالعام الفرنجي يلقى روحه متأخر كل عام 11 يوم. ما قلنا في المال يعني، إذا كان هو كما التجارة يعملوا حساباتهم في آخر ديسمبر ويخرجوا زكاتهم في جانفي، هذوما ماشيين بالعام الفرنجي، يخرج على المليون 25 دينار 700 ملي، 700 ملي متاعك ل 11 يوم تقسيم، بينما اللي يخرج بالسنة القمرية 25 في على المليون 25 دينار، ربوع على 10 فقط يعني 2.5%، بينما الأخر 2.57%. إذا قلنا ال 40 نعجة نعجة، أرجع أستر في 121 شيتين، يعني يبقى الباقي خرج نعجة حتى 120، كيف اللي عنده 40، كيف اللي عنده 80، كيف اللي عنده 120، خرجوا كان شيت واحد. انتيني ولي دوسيه، إذا وصلوا 121 حطيتوا 121 شيتين، حتى ال 200 باقي زوز شيه، ارجع توصل 201 ثلاثة شيه، حتى ال 399 يبداش عنده حتى 399 ثلاثة نعاود من 40 حتى ال 120 شات واحدة، من 121 حتى ال 200 شاتين، من 201 حتى ال 399 ثلاثة شية. إذا وصلوا 400 نولي نمشي بال 100، 400 فيها 4، 500 فيها 5، 600 فيها 6، 700 فيها 7، 800 فيها 8، 900 فيها 9، 1000 شات فيها 10، يولي بال 100 يمشي الحساب بال 100. ابتداء من 400 عندي 400 فيها 4 و 99 ديما ما فيهم شيء، عنده 400 ولا 499 كيف 4 هاك 99 يسمى وقص، الوقص هو هاك الزايد اللي ما فيش زكاة اللي بين فرضين، باهي هذه زكاة الغنم. تو شوفوا زكاة البقر، حطوا عنوان صغير زكاة البقر، تنتج بالزكاة في البقر إذا العدد وصل 30. مثلا خذينا الأمهات، خذينا مثلا 10 بقرات ولا 15 بقرة ولا 20 بقرة، خذيناهم كما في رمضان تو وولدوا، جينا نشوفوا رمضان اللي بعده لقيناهم وصلوا 30 ولا في 30، تنتج بالزكاة ولو من الأول وقت اللي شريتني ما شريتش 30، خاطر ديما الناس اللي يتبع الأصول يتبع الأمهات، إذا وصلوا 30 بكبارهم بصغارهم
عجول وعجلات وثيران و... وابقار اناث وصلوا 30 تجب الزكاه. باهي في 30 قداش عجل؟ عجل عمره عامين. يسمى التبيعه. يعني عجل عمره سنتين ولا عجلة يقول لك أنت أنت مصلحة الفقير، إذا كان هو يحب يربي كذا تعطيه أنثى، وإذا يحب يذبح تعطيه ذكر، واللي يحب يبيع به. أرجع أختار 40 في 40 مسنة، مسنة عمرها 3 سنوات، يعني عجلة عمرها 3 سنين. في 40 مسنة أي عجلة عمرها 3 سنوات، إذا ما عندوش الأنثى يخرج الذكر. ويقعد كيكة البقر في كل 30 عجل تبيع عمره عامين، وفي كل 40 مسنة عمره 3 سنين، كذا عنده 70 يخرج عجل عامين وعجل 3 سنين، خاطر 30 و40. كذا عنده 80 كيفاش زوج عجل؟ عجل 70 قداش؟ 80 عنده 80 يقعد باقي عجل ومسنة أكل 10 يسمى وقص فاضل، يعني ما فيها ما فيهم الزكاة. يولي عنده 90 يولي 33، يولي 3 عجول بو عامين. كيف يولي عنده 100 نجمو تعملها قسمة صحيحة. المية قداش؟ 40 و30 و30، على 40 عجل عمرها 3 سنين، وعلى كل 30 عجل عمره عامين، وهكذا 120 نجم بالخيار. 120 كانت تحبهم 4 30ات، وكانت تحبهم 3 40ات، كانت تحبهم 4 عجول بو عامين، كانت تحبهم 3 عجلات بو 3 سنين، وكيك وانت ماشي كيك. وكل بين الزوز فروض يسمى وقص. تفضل. لا 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 يخرجوا صحيح. فمش هذه يذبح في الزكاة، ما فمش يذبح ويتصدق. هذاك في الصدقة ولا مثلا الأضحية ولا كبش مش تقرب به إلى الله، ولا حتى ثور مش تقرب به إلى الله، أذبح و... أما هذه زكاة، زكاة يطلع صحيح، يطلع صحيح وحيزا يطلع صحيح. هذا كحق الفقير، يعني رب سبحانه وتعالى اجعل لك الفقير حق عند الغني، يعطيه له كما هو. ربي سيدي سؤال، كيف بنت تعطينا زكاة تعطي تقول يفرقها نعطيها اني ساعات للفقراء في صفة عليق، يعني قفيف فهم قضية كبيرة. إذا كان هكا أصلح لهم، مثلا في العائلة واحد مبذر يعني يدخن ولا يشرب الخمر ولا الله أعلم، يعني ما تعطاش فلوس، نولي حتى إذا مش نعطيه فلوس للصالح في العائلة. إذا كان الرجل مبذر والمرأة صالحة اقتصادية نعطيه للمرأة، وإذا كان الزوج يبذر ونعطيهم نعطيهم قضية قضية شر ولا مثلا حاجة يعني حاجة اللي ما يبيعوهاش يعني يستهلكها. ديما راعي مصلحة الفقير، يعني خطر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفيه هو اللي ما يعرفش يتصرف، حتى ماله هو ما تعطيهولوش، لازمك يعني كما يقولوا تكون وصية عليه، وصية عليه وتنفق عليه، تنفق ما لازمه يعني من أكله ولبسه وكذا، حتى يولي يحسن التصرف باش تعطيه ماله.
وهذا يشرف عليه الحاكم، كما يقول الحاكم هو اللي يكلف مثلا فلان فلان قيم على عليك الانسان هذا كاي وكل شيء بالفاتورات، يعني وقت اللي يصرف كذا يعني صرفت عليه كذا 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 باش ما يدخلش في ماله يعني. فما شرط ان تكون لابس عليها معناها فيهاش عيب ولا لا؟ مثلا بقره ولا ماشيه. ما يعطيش المعيبه لا ما تكفيش، يسمى كانوا خارج الزكاه، يعطي من المتوسط اذا كان عنده الخيار والمتوسط والدوني، يعطي من المتوسط. اذا اعطى من الخيار عنده اجر اكثر ما يسالش، اما يعطي اقل من المتوسط ما تكفيش. يجي في النعاج يعطيك النعجه ضعيفه المريضه كانت تخلف على القافله يعني ولا مكسوره ولا مريضه ما يصحش. سيدي اللي عنده 80 نجم يعطي مسنه ومسنه. كيفاش؟ اللي عنده 80 اي مسنه ومسنه مسنه ومسنه ثلاث سنين ثلاث سنين باهي. هاي زكاة الإبل في كل خمسة شاه عمرها سنة، اللي عنده خمسة من الإبل ما يخرجش من جمال، خاطر هو خمسة جمال تخرج منه مش جبل يعني، اللي عنده خمسة جمال يخرج على اللوش عمره عام ولا نعجة عمرها عام، ولو يشريها من السوق يعني حتى ما عنده يعني خرج شاة عمرها عام سواء ذكر ولا أنثى. أنت مصلحة الفقير كان يحب يربي تعطيه الأنثى، وكان يحب يذبح ولا مش يضحي تعطيه الذكر. في الخمسة شاة، وفي العشرة اثنين، وفي الخمسطاش ثلاثة، وفي العشرين أربعة، حتى الأربعة وعشرين. إذا وصلوا 25 يولي يخرجوا منهم فيهم. اكتبوا في كل خمسة شاه إلى 24. كذا 24 يخرجوا أربع شاه، خاطر أكل أربع يسمى وقص يعني. الوقص هو العدد بين زوج فرايض. في كل خمسة شيء إلى 24 إلى 24 باقي خرجوا شيء 25 جمال خرجوا أرجعوا في 25 عنده 25 جمال ونياق وقعدان وكل يعني كبار وصغار فيهم بنت مخاض اكتبوا ناقة صغيرة اللي هي عمرها عام بكرة صغيرة قولوا بكرة احنا بكرة صغيرة عمرها عام. أنا ساعات يجيبوا جميل صغير باش يذبحوا ترى وش حدا نطلع غادي رابطين هكا ساعات تلقى عمره عامين ثلاثة كي تبدا الحين تطريع. علاش اسمه مخاض؟ يعني أمه في حالة مخاض، يعني كما يقولوا حاملة بصغيرة لبعد هكا يسمى ابن مخاض، يعني ابن الناقة كان هي في حالة مخاض يعني قريب مش تولد. كيف يولي عمره عامين يولي ابن لبون، ابن لبون يعني أمه ترضع في خوه ولد البن. مال في 25 بنت المخاض ارجعوا من 25 حتى 35 باقي بنت مخاض به ارجعوا في 36 بنت لبون يعني عمرها عامين، ابن المخاض عمره عام ولا بنت المخاض عمرها عام؟ 36 حتى يا سيدي 36 المرة أخرى نقول لكم يعني اللي بالخاطر ما عندكمش وكذا بحيث ما تحتاجوش الأعداد هذه. به
إذا قلنا والزكاة العين والحرف والماشية، وشنو آخر قلنا؟ التجارة. باهي، هاي تو عنوان زكاة التجارة. ما عندناش هنا في الساحل شكون يكسب برشا يبل. في الغالب قال عندي جمل جملين ثلاثة، إذا كان عنده رسلة ربما ما تفوتش عشرة ولا حاجة، ولهذا ما نحتاجوش العدد الكبير. أه به زكاة التجارة. اكتبوا الملاحظة الساعة هذه. أرباح التجارة تتبع الأصل. أرباح التجارة تتبع الأصل. رأس المال اللي بدا به في التجارة هذاك الأصل يعني. ينجم يبدا برأس مال ما وصلش النصاب. وكيف يدور العام يلقى عنده النصاب وزي بك الأرباح. تولي تجب عليه إذا بعد عام ولا عنده نصاب ولا أكثر تجب عليه الزكاة. ما نقولوش هو خاطر بدا بأقل نصاب ما تجبش عليه الزكاة. مش كما المال الراقد. به إذا دار الحول، إذا دار الحول على التاجر يعني دار عليه العام من حيث بدا من نهار تل بداتي نهار تل حل حانوت واس من نهار تل حل حانوت ودار عليه عام. إذا حل حانوت في 25 رمضان، 25 رمضان الأخر يشوف كان عنده نصاب بالسلعة بالفلوس اللي حصلت يخرج الزكاة. إيش قلنا آخر جملة كتبتها؟ إذا دار الحول على التاجر. ينظر ما عنده من ما ينظر ما عنده من نقد يعني نقود فلوس. أكلت صرف في أثناء العام في قضياته في ماكلته في رحته ما فيش زكاة هكا يعني. إحنا ننظر وش بقالوا فلوس وقت الدار العام ومش يخرج زكاة وش بقالوا فلوس سواء في القجر فم ولا حاط في البنك أو المخبي في الدار شوف شو عنده فلوس. به به ويقوم السلع بثمن البيع السلعة متاع حانوت الكل يقومها بثمن البيع يحسب روحه كانوا لو كان جا واحد قالوا بيع لي السلعة قداش يبيعها هكا علاش التاجر ساعات يسكر نهار والاثنين باش يقوم السلعة متاعه قداش عنده من حكة طماطم حكة طماطم قداش يبيعها قداش عنده من كيلو سكر قداش يبيعه قداش عنده كذا 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 من كل أنواع السلع قومها بحيث يقول لو كان جا واحد قال له بيع لي هالسلعة اللي في الحانوت قداش يبيعها ينجم يعرف نعم والكريديات نعم مش نجي واحد وفما ناس واخذين ما عنده بالنسيئة بالكريدي يعني هذاك فما نوعين فما نوع يتوقع يرجع وفما نوع يتوقع ما يرجعش فما ناس كيف يشروا ما عنده بالكريدي ياكلوه كي يجمع الحرس والشرطة وكل الأنواع هيك هو يتبوربو هذا كم يحسبوش ولكن المستنس ديما يشري ما عنده ويخلص كما يقولوا كذا هذا يحسبوا كان الفلوس كي دخلت يحسبها يشوف الكراسة متاع الكريديات كل ويجمع فلان سالوا كذا فلان سالوا كذا هذوما كل مخلصين يعتبرهم كانوا دخلوا زاد يحسب الفلوس هذيك ما لا يحسب الفلوس الحاضره والفلوس المكردين ما كاردينها الناس ولكن فما امل باش ترجع وقوم السلع ويضمها ثلاثه كل مع بعض هذا يسمى كيس الزكاه يعني كيف يبدا متسلع هو يعني هو واخذ من عند الناس فلوس لازم يرجعها له هاتا نقول كيف يبدا هو زاد حتى سلعته واخذها بالدين
ولا متسلف مع عند الناس باش يفتح حنوت ولا كذا، كاد مش يرجع لهم في ظرف عام واحد مش اكثر. يخرجك الفلوس هذيك اللي مش يرجعها الناس ويخرج زكاتها، خاطر كي تسمى دين تسمى مش ملكه، هي ملك الغير، لان شرط الزكاه ان يكون اللي مش تخرج زكاته في ملكك. هذاك ماذا مش تخرج للمالي ما هوش ملكك، ولهذا هذاك تحطه على جهه وما تخرج زكاته، خاطرك مش تخلص به ديونك. انما الزكاه فيما بقي اللي هو يسمى ملكك الخاص، لان شرط الزكاه والملك انك تملكك المال مش زكاه عليه. واذا كان مش يخلص بعد عام مثلا، قالوا خلصني بعد عامين ولا ليه، يخرج عليه يخرج الزكاه على الكل. هو السلعه وحسب الفلوس وحسب كل شيء، جات النصاب وصلت النصاب، اذا كان نحى الدين خلي ما توصلش النصاب، شنو يعمل؟ شنو هي؟ ينحي الدين. اذا نحى الدين وما وصلش النصاب معلش زكاه، معلش اذا الدين مش يخلصوا، مش يخلصوا في الحال مش في المآب. خاطر ديما ننظر للنصاب فيما يملكه هو. هذا التاجر المدير، تو نشوفوا التاجر المحتكر، اكتبوا زكاة التاجر المحتكر. شنو معناها جملة ويشوف اللي يشري بالجملة ويبيع بالجملة. مش وقت نقول احتكار، مش احتكار الحرام، مش فهم احتكار حرام، فهم احتكار حلال. شنو هو احتكار الحرام؟ اللي يجي مثلا يفرغ السوق من السلعة بحيث السلعة تتوجد كان عنده، بحيث السلعة تتوجد كان عنده، شراء الزيت اللي في المعاصر جاء فرغ مساكن من الزيت، دار على المعاصر كل وخذ الزيت، علاش؟ باش يتحكم في الساعة، في عرض دقيقة مثلا 240 ألف مش ياخذ بيحب 300. اللي يحتكر طعام المسلمين 40 يوم برات منه ذمة ربي وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم. مهما كان كل من احتكر طعام أساسي يعني الناس محتاجين لي، حتى السكر ارتكب محرم كبير يتبرى منه ربي سبحانه وتعالى. مثلا سميتو ما فماش تي، فما شكون ياخذ ويبيع فيه مثلا هي ب 20 دينار يبيعها ب 40 دينار، محتكر هذاك حرام عليه هو وحرام عليه يشري زاد، حرام عليه هو واللي يشري ما يشجعوش، ويبدا لازم السميد باش يخدم به واللي يقعد ما يلقاش ما ياكل. هي ما يشري كاش اذا كان تلزم على الاخر، كيف لما لقى بها وين وجع. اما ما نشجعوش المحتكر، خاطر كيف كل حد يشري من عنده يتشجع ويزيد قدام. وعندك حاجه مشو ما عند التجار، كيف تقل السلعه يبيعها كان لاصحابه، حرام. خاطر هو فاتح المحل نتاعو للناس الكل، ما يعملش ناس فرض وناس سنه. وبرا كليوناتك وبرا جاء واحد شرا من عندك في العام مره، اش بيه يهودي؟ تحب انت الناس كل كليوناتك، ما كل حد عنده كليوناتو، وش يعمل؟ هي هي انت علاش هكا تعطيه وهكا ما تعطيش؟ لا سيدي ما كل ما ياخذ عندي كيلو فرينه لما تاخذ عندي زاد ممنوع شرعا هذاك، خاطرك تلزمه بحاجه هو مش في حاجه ليها. يعني لان البيع والشراء هذا ما يكون الا باختيار، بالاختيار لا يجوز جبر الانسان على شراء حاجه ومش في حاجه ليها. انت تجبر تقول ما نبيع لك هذه كان ما تشري هذه، وربما يشري لك الحاجه وطايشها خاطر مش في حاجه ليها. سيدي والبضائع اللي تبع فلوس اليهود شركات معناها، اذا كان تعرف الشركات عندها علاقه باليهود ما تتعاملش معها خلاص. شنو قلت السلعه كيما السمره الذهبيه مثلا سيدي تبع شركه يهوديه اي هذا امر اكيد اكيد اكيد، خاطر المحارب عمرنا ما نشجعوه والعدو عمرنا ما نشجعوه. اي سلعه تعرفها جايه من غادي
ف وعرفوك بها ولا عرفتها قاطعها سيدي ربي يفرجها لكن مقاطعة واجبة هذيك تسمى من المساهمة في الجهاد يعني جهادك بأن مقاطعة سلعة العدو هذاك النوع من الجهاد خاطر هذاك يخذل هذاك يعني كيف ينقص ماله يضعف في 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 في, في محاربته التاجر اللي احتكر معناتها يبيع كان اصحابه معناتها الحرفاء نتاعو شكون ينقسم اللي يشري والتاجر ينقسمه للذمه ولا يكتب ولا كان اللي يبيع كان التاجر لما التاجر مثلا في بس ما ينقص السكر مثلا يبيع كان الحرفاء اللي بجرهم هما الاولانيين لا الحريف مش مذنب الحريف هون متعود يشري ما عنده انما ذنبه فيك فيك اللي جاء قالوا عندك سوق قالوا ما عنديش ولا ما نبيع لكش التاجر مال التاجر يكون الحريف يقول له وصيني اكد عليه يقول ما تخليش تجيني ما تعطي حد لي لا لا ما عندوش حق باش يقول له ما تعطي حد كان لي يقول له مثلا يقول له كان حضرت خوذ ما حضرتش الا غالب الا غاب سام هذا الاصل يعني علاش التاجر الصادق مع النبيين في الجنه خاطر حتى التاجر بالصفات هذه حتى التاجر متلقى صادق كي يقول ما عنديش برك السلعه قلت وقول ما عنديش مع الصادق كذب تحرم من كونه باش يكون مع النبي في الجنه هذا اللي يعض على قلب وقليل اللي يعض على قلب هو هي سهل الجنة بورفقة النبي صلى الله عليه وسلم ألا ما تجاهد نفسك وتنحي هالتمييزات هذه الكل ما لشنو قليل التاجر وكانت في ألف تاجر تلقى تاجر صادوق تقول البلاد مازال في أخي مش سهل تاجر صادوق العمر ما يغش واللي يقول لك السلعة والله لا تلقى كيف هو فم خير منها غشاش لدى السم نوعين واحد بلفين مثلا يخلطوا في بعض ويبيعوا بسوم الغالي زاد كيف غش هذا كيف يخلطوا في بعض ويبيعوا بسوم الغالي غش أو بك النهارات جابونا صندوق دقل الجامع الغماري به من فوق على ما سمحوا نحينا تقريب كيلو ولكن نص والاخر يعيف حتى ريحته ما قلت له بربي هزوا وحطوا قدام على بحولك حطوا قلوا شفت انت في رمضان في الشهر الفاضل شنو بعتني كان 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 الغش من مش منك انت هزوا يا فلان وحطوا قدام على شريكه ما عنده بالجروب كان الغش من هذاك هزوا وحطوا قدام صاحب النخل الصفة ساك السنات قالوا شوف يعني شوفوا سلعتكم انت يقول لك انت شريت انت كنت تشوف اللوط من فوق اذا حتى الفيل هاي المفروض انت وقت هاو كذا نفرضوا تاجر مش يمشي الجنوب غادي كي مش ياخذ 100 جيج ولا 100 صندوق ولا ما له هو يقولوا بربي اعطيني صندوق برك خل نقل ماشي هون نعطيك حق ونقلب ونشوف ان ذاك من اللوطه كيما من فوق ودي سيدي غير بالشاطر في انا يخسر حق صندوق خير ما اللي يخسر البيع الكل وخير ما اللي يولي زاده هو مشارك في الغش خاطر كان يجيب كيكة وما قلبش وحل صندوق الاخر ولقى من اللوطه خامس مش يكون في حاجتي اما مش يخسر سلعته الكل خاطر ما ينجمش يبيعها بالغش والا يعمل روحه ما في بالوش ويبيع كيكه واللي مشارك في الغش زاد يخسرها ولا يغش ولهذا ديما اللي يتوقع الغش يشوف فما من لوطه يتحرم يشوف فما من لوطه تو حتى مش تاخذ حتى من سوق الجمله صندوق بطاطا وصندوق طماطم سهل باش تدخل يدك اللوطه وشوف كان لقيته من اللوطه اجود من الفوق مثلا قل له علاش ما تعملهمش صنفين وكل صنف وسوم بطاطا غليظه بكذا وبطاطا متوسطه بكذا وبطاطا جويده بكذا علاش ثلاثه مع بعض زي الفلوس شفت يعني قداش نعاني واحنا ونسميو واحنا مسلمين هو يقول من غشنا فليس منا يعني خرج من الاسلام
أي ثم محبطات الأعمال، ثم حاجات الإنسان يعملها ربي يحبط له أعمال الكل، وحتى يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم يحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان هذا رفع الصوت قدام النبي صلى الله عليه وسلم يطيح له أعماله الصالحة الكل، فما بالك اللي يغش أكثر وأعظم. ولهذا احتاطوا، إذا كان متمارسوا التجارة احتاطوا، التاجر كيف اللي يمشي على الشوك أقرأ لي منظر ضيق. هل يجوز للمرأة بعد الحيض وقبل الاغتسال أن تضع في رأسها قبعة ثم تغتسل صبغة ثم تغتسل؟ ما شوفوا الصبغة نسلوا الصبغة تغطي الشعر، يعني هي متينة ولا تعطي لون برا للشعر، حاجة من اثنين، وهذا ما يعرفهم أهل الاختصاص واللي يصبوا وهم يعرفوا. اندرا وقت اللي تصبغ للمرأة شعرها الشعرة تتغلف بك الصبغة بحيث تتقرقش وإلا تعطي لونه بركي الحنة. تو واحد تو مراك يتحني وبعد تنحيك ما تبقى الحمورية، هذيك لونه برا، هذيك ما تغطيش الشعر. أما إحنا نسل الصبغة هذية، الصبغة برشا أنواع، فما الصبغة تلقى خفيفة تعطي لونه برا، وصبغة تلقى عاقدة تغطي الشعر، ترى الشعر نتاع المرأة كل شعر وحدها وترى الشعر غلاظت يعني. هذاك يولي كيف المونيكير، اذا حطت المونيكير على الظافره وظهر ما عادش صح، لان الماء ما عادش يوصل للظافر، بخلاف الحنه الماء يوصل، تبدا محنه كفه ما يكونش حايل على الماء يوصل، خاطر لونه برا. اما المونيكير مش لونه برا، يتقرقش كل حاجه تتقرقش وتجي على الدن، الوضوء ما يصحش. كان يبدا حتى قشور حوت، قشره الحوت ويلصق على يديها، وتوضات والقشور على يديها، اكل تحت القشور كل ما وصلوش الماء وظهر باطل. الدهان تلبس بالدهن وتوضى فوق الدهن وظهر باطل، علاش؟ خاطر ما وصلش الجلد تحت الدهن الماء. هذاك الدهان يبدا محضر شوي صانص ولا حاجات باش، وفما دهن يتنحى بالماء كما كالسيباء، وفما دهن ما يتنحى كان بالغاز ولا بالليسانس يعني بمادة. هذاك يبدا معاه ديما دبيبسه باش كيف يكمل الدهن نتاعو يمسح يديه بك الحاجه هذيك، انا يتنحى الدهن بعد يمشي يتوضا. وهكذا ديما ما يصحش الوضوء فوق الحايل، اي حاجه تلصق على الجلد ما يصحش الوضوء لان الماء ما يتعداش تحتها. ها انتم قيسوا على ذلك الحاجه اللي فيها كثافة بحيث تغطي الشعر ولا تغطي الظفر ولا تغطي الجلد، راهو ليصح لا الاغتسال ولا الوضوء. ولهذا المرأة المسلمة تبدا محتاطة باش ما تغلفش لا شعرها ولا ظوافرها ولا بدنها بحاجة اللي هي ما تخليش الماء يوصل تحتها برا. لا تسوي للبعض. السؤال الثاني، زكاة الفطر هل يجوز إخراجها من بلد إلى بلد، يعني هو يقيم في بلد ويخرج أو يوصي بإخراجها؟ إيش يعمل إذا ما كانش غادي ولا ما لقاش الفقير ولا كلهم كفار إلى غير ذلك؟ يعني لازم يوصي يا فلا خرجوا لي زكاة الفطر بتاعي وتوكف الروح نخلصكم، ما يسالش خلي كم يوصي بعد يسال. المواد المنزلية يعني الزازة كأجهزة ومعون مخزونة أي. يزكي عليها كل سنة، هل تسمى؟ لا، هذه ما فيها الزكاة. أسمع، كل ما هو للقنية ليس فيه زكاة، كل ما تشريه لخاصة نفسك. يزكي عليه كل تجارة فضية فيها معون. ما قلت تجارة، ما قلت تجارة، قلت معون وبرا وتسكتوا. ما
ما نجمش نجاوبكم. في الاخر قال هل هو احتكار يعني؟ لا حق ما ما ما, ما كملتكمش حد زكاة المحتكر. ولا يشري كما يقولوا سلعة كبيرة لكن ما يفرغش السوق، الناس كيف تجي تشري تلقى منين تشري، هذا ما يسماش محتكر. كيف مثلا في الشتاء خذا 100 ديكا زيت وقال تو نبيعها في الصيف يتحركش السوق، لكن الزيت موجود كل من يحب يشري يلقى في المعاصر، مش مربوط بهذا كان. هذا كان ما يسمش احتكار حرام خاطر ما فرقش السوق. يجوز كل انسان باش ياخذ سلعه بالقرو ويبيعها يلقى فيها الربح. هذايا شراها بالقرو مع بعضها قال ما نبيعها كان مع بعضها. السيدي قعدت راقدة عامين ما بيعهاش ما فيها الزكاة، قعدت راقدة 3 سنين ما فيها الزكاة، نهار اللي يبيعها يخرج زكاة على عام واحد. بحش حتى بعد 10 سنين يخرج زكاته كان يقعد عنده عام، خاطر علاش ما استفادش منها وقت هي مخزنة عنده ما استفاد منها حد شيء. علاش مش يخرج زكاته وما استفاد حد شيء وما دخل حتى ربح؟ مش كما التاجر المديرة كل يوم يبيع كل يوم تجي سلعة كل يوم يبيع هكا كل يوم قاعد يربح، هذا كان بعد عام يخرج زكاته. بخلاف شراء سلعة وخزنها ما بحش ما لقاش فيها الصوم العام الأول ما لقاش فيها الصوم العام الثاني ما عليش زكاة، خاطر هو مازال ما حركش السلعة. وقت اللي يبيعها يزكيها على عام واحد إن شاء الله حتى بعد عدة سنوات. وإذا بيعها قبل ما يدور عليها العام يستنى العام تولي هاني كي زكاة الفلوس، يستنى يكمل العام يخرج زكاة. نعم قشرة تحوت بعد اللي كملت وضيت وصليت وكملت مسؤوليتك وكل شيء عملت نحاها وقت البقعة هكا هو هذا كيف؟ لا 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 الصلاة تعودها، ما إذا كان صليت بالقشرة هيك تعودها وبعد فقت بها نحيتها وغسلت بقعتها الوضوء صحيح تعود صليت هيك ولا مش صليت تعود صلي بي صلاة أخرى مش اثنين ولا ثلاثة صلوات في النهار تعودهم حتى قشرة أنا؟ حتى قشرة شو يعمل إيه؟ اللمعة يقول لك حتى قد حتى سنت ولا أقل حتى من سنت حتى مليمتر مربع ما وصلوش الماء ما يتعودش الوضوء يعني خاطر يلزم الماء يستوعب العضو. هو حتى لنساء حاجة وطال الوقت نساء حاجة من الوضوء يجيبها هي برك، نساء ما غسلش وجهه يمشي يغسل وجهه كهو، نساء ما غسلش رجليه يمشي يغسل رجليه. فهمت يعني حتى ولو تفكر بعد مدة طويلة يجيبك العضو المنسي فقط. شرط الوضوء ماشي حشاب مثلا توضا بالخالص ايه كما نقولوا العضو هذاك اذا كان اذا كان اذا كان مازال ما شاحش يجيبك اكل انساه ولا بعده بالترتيب يلزمو يرتب هذا يرتب، بخلاف اللي تفكر كان بعد مده بعد ما شاح ما يرتبش يجيب النقص برك. هذا سؤال اخر تفضل. سؤال مقلوب، هي قالت هل يجوز للارمله ان تخرج الزكاه؟ يعني تقصد هل يجوز اخراج الزكاه للارمله لها ولصغارها؟ اللي مش خارج الأرملة هي مش خارج الزكاة ولا واحد آخر مش خارج الزكاة للأرملة؟ اليوم على اسمي خلينا نشوف. هي كاتبة بالمقلوب يعني هي هل كاتبة هل يجوز للأرملة أن تخرج زكاة الفطر لها ولصغارها؟ هي الأرملة هذه غنية يعني عندها كما يقولوا المال تقصدوا يعني هي عندها مال تجب فيه الزكاة. زكاة الفطر سيتحيط. ما قولوا عاد تو تقولوا زكاة وتسكتوا. زكاة الفطر. ما يهودي كيف زكاة فطر يجب تكملوا كلمة فطر تقولوا الزكاة وكهو، خاطر فم زكاة أخرى على الأموال وهذه زكاة على الأبدان. زكاة الفطر مش على المال لأن حتى الفقير يخرجها. إيش معنى الفقير؟ حتى اللي عنده أكثر من قوت نهاره عنده قوت نهاري ما يكسب في الدنيا كان قوت نهاري قوته هو وعياله يخليه وكي الزايد هذا كي يخرجه. زكاة الفطر مش كما الزكاة الأخرى اللي يكون عندك نصاب وكذا، هذه ألا عنده زايد على حاجة يومه يخرج منك الزايد. أسيدي فقير ما يكسب حتى شيء وجات وزوج زكوات فطر يخرج منها الزكاة، خاطر تجب على كل واحد. كان شلة ما عنده إلا قوت يومه ما عنده زايد هكا تسقط عليه، ولا حتى قوت يومه ما عنده وش هكا تسقط عليه هكا ينتظر باش
الناس يجيبوا له، واذا جابوا له عدد زكوات يولي واجب عليه باش يخرج من الزكاه، خاطر علاش؟ هي طهره للصايم من الرفث، من اللغو والرفث. الانسان في طول شهر لابد راه قال كلمه مش مصوابه ولغو وبرشا حاجات يعني، باش يطهر روحه، باش ربي يطهره، هكا فرض عليه زكاة الفطر، ولهذا مش واجبه كان على الغني يعني. اللي هي تقصد معناها المرأة مش الراجل، انت واجبة الراجل يخرجها ولا المرأة؟ المسؤول، المسؤول على النفقة. مرأة ولا راجل؟ ما تو مرأة متزوجة، شكون مسؤول عليها؟ زوجها، الزوج يخرج عليها. ويخرج على أولادها. هي أرملة. هي تبقى مسؤولة على أولادها. تولي هي تخرج على أولادها خاطر هي مسؤولة عليهم. باهي تخرج على أولادها، أولادها مش أولادها الكل، ذكور اللي هم دون البلوغ، أما اللي ولا قادر على عمل ويخدم على روحه يخرج الروح. والبنات تقعد تخرج عليهم حتى للزواج، حتى لين يعرسوا. هم في كفلتها حتى يعرسوا. فهمتوا تو؟ باهي. وإنسان زاد يخرج حتى على الخديم نتاعه والخادمة نتاعه ولا ديما معاه طول العام. ولا عندك حتى اجير ولا خدام يخدم معك طول العام ولا لهي بالجرد وكذا تخرج عليه، اكل يبدا معك طول العام هو تحت النفقه نتاعك يعني، وانت تخلص فيه كذا، هذاك زاد تخرج زكاه الفطر نتاعه، مش كيف اللي يجي يخدم لك خدمه ويمشي. سيدي في العيله تو الطفل الكبير يعني يخدم، ويجي يخرج يخليه هو يخرج روحه. اسمعني، اذا كان واحد مش يخرج على واحد، مثلا البو حاب يخرج على ولده الكبير رغم لا يخدم وبصغار وكذا، على ما يشاور. يزم يكون في علمه، يقول هاني مش نخرج عليك، يقول له باهي، باش الاخر ينوي زاد لو انا خرج زكاة. وكيف يخرج؟ ما تخرجش على واحد هو تاجب عليه هو باش يخرج الزكاة، وانت تخرج عليه الزكاة من غير علمه. ما يجيش. يخرج عليه اني وهو يخرج على روحه ما يجيش. ينجم كيف يحب يدوبلها ما يسالش المشكل. خاطر من زاد زاد الله له. عندك يا بنت الريس نجم نخرج عليها. تنجم تخرج عليها ما كان تعلمه. تقول لها مش خرج عليك زكاة الفطر. خاطر ساعات تلقى مرة يصور مرة ما يصورش، مرة يخدم مرة ما يخدمش، تنجم تخرج عليه. ولا يعني كبر هو وبلغ وما لقاش خدمة تخرج عليه، ومازال يقرا تخرج عليه. سيدي تنجم المراه تخرج هي زكاة الفطر ولو الراجل ولا قاعد ينفع. تنجم تقول لها مش تخرج زكاة يعني. أنا مش نعرف فيك، ما يسالش. هذا خفت عليه الحمل. ما؟ يا نعم. أنا سؤال ثاني. اتفضل. وهل يجوز إخراجها عن طريق شخص آخر بنية زكاة الفطر لها ولأولادها؟ هذه ما زلت تحكي عن أرملة. عن طريق شخص آخر. فهمون. فواحد اخر مش خارج عليها هي. ينجم. ينجم المهم يعلمها. يقول هاني مش خارج عليك زكاة. ديما اذا مش خارج على واحد كبير تعلمه. اما الصغيره اللي في كفالتك حتى ما تعلموش واجب عليك انت، خاطر كيما واجب عليك باش تنفق عليه واجب عليك باش تخرج عليه ولو حتى من غير علمه. خاطر تو اللي عنده صغير عمره عامين باش يقول له هاني مش خارج عليك زكاة الفطر انوية. لا لا مش مطلوب. ما قداش الوقت؟ من نكتفي بالقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنا مرة أخرى ونشوفوا موضوع آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. والدجاج يخرج شنو هي؟ دجاج. استنى، الحيوانات ما يخرجوا كان أربع أنواع زكاة. الإبل والبقر والضان والماعز اللي يتسمى الغنم. باهي، اللي عنده سيدي تسمعني، عنده برشا دجاج. آلاف طيور الدجاج ولا عنده برشا دندان ولا أي حاجة. باهي، هو ما فيش زكاة كما الحيوانات الأخرى، إذا كان عندك عدد كذا تخرج كذا، لكن نقول هالدجاج هذايا شنو هو؟ أنت تبيع فيه كدجاج ولا شاريه للعظم ولا كذا؟ كان شاريه للعظم الزكاة تكون فيك المال اللي تدخله من العظم، إذا دار عليه العام ووصل النصاب تخرج زكاته، ولكن كي زكاة المال. إذا كان دجاج بيد وتبيع فيه، إذا كان تشري وتبيع يتولي تجارة هذا، إذا كان تشري دجاج وتبيع يتولي هيك تجارة. فهمتوا؟ يعني ديما يشري دجاج ويبيع، يشري دجاج ويبيع، تسمي هذيك تجارة.
واذا كان واذا كان يجيه مذبوح وكذا كما المزارع هذيك مزارع هذيك وقت اللي يدور عليه العام يشوف شنو عنده يعني يولي كي تاجر شنو عنده فلوس وشنو موجود في الحانوت سلع وخرج الزكاة ولي تاجر فهمت تو كيفاش سيدي التاجر ينضاف للتجاره نتاعو الفلوس اللي عنده مخزونه معناها هي مش التاجر ما مش يخرج على الفلوس اللي موجود عنده مش كان الفلوس بتاع التجاره فلوسه الكل يلمها ويخرج مش يعرفوا مش يعمل هو وقت في العام يخرج زكاته على امواله الكل ما يعملش كل نوع من المال عنده وقته وزكاته كيك يدخل بعضه ولي عنده مال جاء من الميراث يعمل له عام وعنده مال جاء من الشهرية يعمل له عام آخر وعنده مال جاء من التجارة يعمل له عام آخر لا يعود روحه بأن عنده نهار في العام يخرج زكاته على أمواله الكل سواء تاع التجارة سواء لجاته من ورثة سواء لجاته من الشهرية سواء لجاته منحة سواء جاته هدية كل يعني ما يعملش ما تعملوش أموالكم كل مجموعة عندها الحول متاعها كل مجموعة تدخلوا بعضكم الكاكة ديما أعملوا وقت في السنة كيف رمضان قل أنا مش نوري خارج زكاتي كل رمضان في رمضان ولي خارج زكاة تجارتي وزكاة أموالي الكل الموجودة وكل نحسب الكل لمهم لبعضهم نجمعوهم ولا كل حاجة على روحها مثلا تونا أنا فتحت حانوت تجارة فتحته مثلا 50 مليون بعد السنين بعد عام نلقى القيمة متاع الكل بالفلوس اللي عندك 100 مليون بالسلعة الكل مش خرج على 100 مليون هذيك برك عنديش يعني فلوس أخرى زادة بخباها ولا حطها في البنك نخرج كل مع بعضه الفلوس الكل لنا مش كان فلوس التجارة الفلوس اللي عندي الكل لنا ونجع لك الوقت هذا كان ديما هو اللي خرج فيه زكاتي مهنا كان نوع الفلوس تاع الشهرية تاع الموجودة في البنك الموجودة في كذا الموجودة في الدار بعت حوايج أخرى حتى من غير التجارة وكذا والمرأة بعت حاجات وكذا وكمت الفلوس هكا الكل في موعد واحد يخرجوا زكاة على الكل ما بين زكاة المال زكاة الفلوس تخرج على الكل في وقت واحد ما نعملوش كل حاجة وزكاتها تيه كي تفرق لا يولي مطلوب هو باش يخرج زكاة لكن ما خرج زكاة خاطر ما يجمعش هذه ما فيهاش نصاب تو عنده فلوس هنا ما فيهاش نصاب وعنده فلوس هنا ما فيهاش نصاب وعنده فلوس هنا ما فيهاش نصاب هذا ماله كان يولي عنده حتى 100 مليار ما يخرج زكاة اذا مش يوزعها هكا لا تولي حيلة هذه انسان اللي جاء وقت يخرج زكاته يخرج على الكل ما عنده ما يعملش قداس قداس الله يبارك فيك